مسألة الحصول على الجنسية، الجنسية يعني كتير مننا، كتير ناس كتير لما بتسافر بالذات في أوروبا بيبقوا حريصين على إن هم يعرفوا شروط كل دولة في الحصول على جنسية هذه الدولة. طيب بالنسبة لمصر الوضع بقى عامل إزاي؟ لأن بدأنا نسمع عن موضوع قانون الجنسية وأيضا في بعض الأشياء اللي كان لابد من تعديل فيها. خلينا كده نقرأ مع حضراتكم الخبر وندردش فيه ونشوف الخبر بيقول إيه ومجلس النواب لما انعقد قال إيه. وافق مجلس النواب خلال جلسة العامة اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بشأن الجنسية المصرية. بيهدف مشروع القانون ده بشقيه أولا إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء. طيب خلونا نشرح الحتة دي، لأنه طبيعي جدا الولد لأب مصري هيبقى عنده الجنسية، لكن كان في مشكلة لو الولد أمه هي المصرية كان هياخد الجنسية ولا لا. فإذا المساواة بين الرجل والمرأة، وده من خلال منح الأولاد القُصّر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية نفث ذات الحق لأولاد الرجل مما يتيح لهم أيضا اكتساب الجنسية المصرية متى توفرت شروط اكتسابها. وهذا أيضا يعني تنفيذا وتطبيقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن. طب يبقى إذن الموضوع إيه؟ يعني أنا دلوقتي مش مصري عايز وممكن أشتري عقار، أشتري بيت، أستثمر، هل أقدر أحصل على الجنسية المصرية؟ هي مش يعني هي سهلة ومش سهلة. سهلة لو أنت عندك كل الـ 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 الإجراءات والأوراق والطلبات، أنت يعني كل شيء تمام تقدر تحصل عليها، ولكن لو في نقص أو طبعا بيبقى في كمان يعني زي ما بنقول إيه يعني نظر لكل الطلبات بشكل أو بآخر. خلينا ناخد مزيد من التفاصيل مع النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك ست النائب. يعني قول لنا الموضوع ده اصله يعني كان في جدل، اولا كان في يعني انا سعيده انه في اولا الشق الاول انه في مساواه الان بين الرجل والمراه في اكتساب الجنسيه بالنسبه للابناء، فكلمنا بدايه عن النقطه دي تحديدا. هو النهارده كان معروض على المجلس مشروعي قانون التعديل على قانون الجنسيه في نقطتين فقط. النقطة الأولى خاصة بترسيخ مبدأ المساواة مستقر عليه دستوريا واللي صدر بشأنه حكم من المحكمة الدستورية العليا. المساواة دي تكون بين في المراكز القانونية بين أبناء القُصّر للمرأة مثل الرجل. المرأة اللي تمسكت بالجنسية المصرية يبقى زيها زي الرجل، من حق أبنائها القُصّر يتقدموا بطلب تجنس متى توفرت فيهم باقي الشروط. في كل الاحوال هي مبدا دستوري مستقر عليه وجاءت التعديلات لتتوافق مع هذا المبدا الدستوري. النقطه الثانيه كانت تتعلق فقط بازاله شرط، هذا الشرط كان موجودا في حاله طلب التجنس بسبب شراء عقار. تمام. كان القانون القائم بيشترط ان يكون شراء العقار من الدوله او احد شركات القطاع الخاص العام او الشركات المملوكه للدوله. تم ازاله هذا الشرط فاصبح يجوز التقدم بطلب التجنس اذا اشتريت عقار من اشخاص القانون الخاص، سواء كانت اشخاص اعتباريه خاصه زي شركات الاشخاص، تضامن توصية بسيطة أو غيرها من شركات المقاولات أو الأشخاص الطبيعية العادية. تمام. وبالتالي تحرير لحالة موجودة بالفعل. إيه هي طب الحالات اللي موجودة؟ موجود في قانون الاستثمار حالتين، حالة شراء العقار، وإحنا قلنا أن النهاردة شراءه سواء من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، يعني أزلنا الشرط اللي كان خاص به. الثانية كانت إنشاء مشروع دي كان في قانون الاستثمار لم يكونوا معروضين النهاردة. في حالتين تاني، الحالتين التانيين مرتبطين بالقانون القائم اللي موجود حاليا ومعمول به ولم يطرح عليهم تعديل. حالة إيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تقول للخزانة العامة للدولة المصرية، وحالة تانية يبقى دي الحالة الرابعة بقى اللي جاية دي،
ايداع يعني عمل وديعه في حساب خاص بالبنك المركزي بتبقى مخصصه علشان في من الناس يتقدم بطلب تجانس متى توفرت في جميع الشروط. يبقى انا عندي اربع حالات في القوانين القائمه على ارض مصر بتسمح بالتقدم بطلب التجانس. شراء عقار وقلنا دلوقتي يجوز شراؤه من القطاع الخاص. انشاء مشروع استثماري ودي موجوده برضو من الاول زي شراء العقار. تمام. على الثالثه ايداع مبلغ مالي بالعمله الاجنبيه وتقول يقول للخزانه العامه وحاله انشاء الحساب الخاص بالبنك المركزي. هم دول الاربع حالات في طلب التجانس. يبقى شيء مهم جدا اشار لي الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وهو قامه دستوريه كبيره جدا اشار بوضوح الى ان السلطه التقديريه تبقى للدوله في قبول طلب التجنس او رفضه. تمام. حتى في حاله توافر جميع الشروط. وده هنا انا هتوقف عنده بانه لانه هتلاقي بعض الناس يقول لك ايه يعني معنى كده انا مجرد ان انا عندي فلوس مثلا واجي اتقدم للدوله المصريه اشتري عقار او احط وديعه زي ما حضرتك قلت في البنك المركزي او ايا كان اقدر اخد الجنسيه. حضرتك هنا اجبت بانه تبقى للدوله انها تتحرى وترى من هو المتقدم في هذا الطلب يعني مش مجرد انه مش انا كده وبس. مش كده وبس. وكويس جدا ان سيادتك يعني حطيتي خط تحت الجمله دي. السلطه التقديريه دي تبقى منح الجنسيه وتبقى ايضا في حاله فقد شرط من شروط التجنس هيتم سقوط الجنسيه ولا سحبها. في حاله ارتكاب جريمه في حق الدوله المصريه حق السحب وحق الاسقاط. تبقى مساله الجنسيه دائما من اعمال السياده للدوله واعمال السياده ترتبط ارتباط مباشر بالسلطه التقديريه للدوله. اذكر مره اخرى ما طرح اليوم على الجلسه العامه فقط تحقيق المساواه بين في المراكز القانونيه بين المراه والرجل وهذا امر طبيعي طبعا ومحمود. النقطه الثانيه هي ازاله شرط تملك العقار من الدوله او الاشخاص الاعتباريه العامه المملوكه للدوله. فأصبح هناك مجال أن تتملك من القطاع الخاص كومباوندات أو مشروعات عقارية مختلفة. هذا يجوز وبالتالي يحقق المستهدف من القانون القائم والمطبق فعلا. أكيد. عموما كده حضرتك طمنتنا علشان حتى لو كان هناك أصوات أو بعض الأصوات اللي أنت تعلمها يقول لك يعني إن إحنا مش بنبيع الجنسية المصرية، الجنسية المصرية لها قيمة، لها دستورية، هي مهمة وأيضا لها شروط، يعني ليست هي مطروحة بلا شروط، هناك شروط واعتبار وسيادة للدولة المصرية في التحقق من الطلبات المقدمة للحصول على الجنسية المصرية. تمام هذا الكلام؟ تمام يا فندم. بأكد مرة ثانية أني كل من تابع الجلسة العامة اليوم وتابع ما تم الإشارة إليه في كافة أجهزة الإعلام الوطنية صحيح على لسان رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي سيطمئن تماما إلى أن القوانين القائمة والسارية مستشفيات حدثت طلب التجنس وانا ذكرتها بوضوح هي اربع حالات النهارده لم يكن مطروحا من الاساس سوى ازاله شرط التملك من ممتلكات الدوله او الشركات الاعتباريه العامه المملوكه للدوله. أكيد. وبالتالي اي محاولات لاثاره ضجيج حول هذه المساله فاعتقد انه سيظهر للشعب المصري انها محاولات يائسه. اكيد أكيد. عموما يعني هذا التوضيح وصل وأيضا هذه المعلومات الكافية وصلت. أشكرك جدا سيادة النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب وتوضيح مهم جدا بالنسبة للراغبين للحصول على الجنسية المصرية.